ابوس ايدك يا علي، اعمل معروف فيا يا اخوي، شوف لي اي بضاعه. ده انت من ساعه ما سافرت لا ببيع ولا بشتري. ابوس ايدك يا ام علي، كلمي يا اختي علي. ما تشوف لها اي حاجه تشغلها يا علي. جرى ايه يما؟ هو انا لسه رحت ولا جيت عشان زلها بورسعيد مخصوص اجيب لها بضاعه؟ ما تروح انت يا اوسه، هي شغلانه. ايه علي انت هتجرح فيا ليه؟ انا اذا كان على السفر اسافر دلوقتي حالا. انا العيب مش فيا انا، العيب في ولاد اللذينه بتوع الجمرك، حاطيني في دماغهم ومستقصديني. اخر مره قال ايه صمموا يفتشوا الهدوم، قال ايه الهدوم جديده وعليها تيكت. طب هم شافوا التيكت ده ازاي؟ الله، دول بيشوفوا كل حاجه يا علي، عينيهم مفتحه قد كده، بس شغلهم. طب هم مستقصدينك ليه؟ اصل كلام في سرك يا ام علي، مره من المرارير معديه من الجمرك واحد غلس عليا، رحت مغلسه عليه، بقت حكايه. طب يمكن كان قصده شريفه يا اوسه. ده انت لو جوزتي واحد فيهم تتفتح لك طاقه القدر ولا ايه يا اما؟ اه والله، عارفه ده كان يجيب لك البضاعه لحد عندك كده وانت مستريحه. يا جماعه اسمع من بقك ربنا، يلا ايدي على كتفك يا علي، لو انت بتتكلم جد شوف لي واحد ليا وواحد لامك. الله جرايه يا اوسه، هتزعليني منك ليه؟ مالكيش دعوه بامي. يا علي انت فهمتني غلط، انا قصدي واحد شامبو لامك وواحد بلسم ليا. بحسب اللي حق. ياما انت ممكن تتجوزي؟ اخص عليك يا علي، ما انت تظن فيا كده؟ ده انا لو لفيت الدنيا كلها ما لاقيش زي ابوك ولا لاقي حتى ضفره. سمكة سمكة. أبويا؟ لا خالتك. يا بنتي مالك؟ أبدا يابا، كنت سرحانة شوية، يعني عايز حاجة؟ لا خليكي سرحة كده على طول، ما تشوف أخرتها إيه مع ابن الصايعة ده. يو بقى يابا ما تقولش كده على علي، علي مش صايع، ده بتاع شغل. قصدك بتاع خطف، بتاع أوانطة، بياكل عقل بناتي الهبل اللي زيك. بتتغرغري، روحي. طيب روحي. كنت عاوز اسالك حاجه كده يا سمكه. امر يا امر الله يا بنتي. عارفه البيت انشراح اللي ساكنه في البيت اللي بعد بيتنا ده، بنت القصيره المتملكه دي؟ ايوه عارفاها. يا مال يا راحت فين يعني؟ بقالي فتره ما بشوفهاش. تشبكت معاها يا رخرة؟ ها؟ لا ما بس انشراح دي خلاص، دي الاخير بقى، دي اللي دخلت القلب واستربعت. شوفي المدملكه هي اللي كتبت على نفسي خلاص. وشوقيه بقى عملت معاها ايه؟ يا ساتر ما جيبيليش سيرتها. يا ساتر، قطعه شوقيه وسنين شوقيه، كان يوم اسود يوم ما عرفت شوقيه دي. صور يا بنت سمكه، كل يوم الاقيها مع واحد شكل واسالها تقولي ده اخويا، لغاية نهاية الأسبوع شفت معاها 8، علما الأسبوع 7 بس، 7 أيام. وروح سألت عليها لقيتها حيلة أبوها وأمها، ما عندهاش إخوات خالص. لا لا لا، بلا شوقية بلا نيلة، إنما انشراح. إيه ده؟ إيه الأدب ده؟ وإيه الأخلاق دي؟ لا هي انشراح بس خلاص. وانشراح دي بقى كنت بتقابلها وبتصرف عليها وتديها فلوس وكده يعني؟ يا بنت عيب تقولي الكلام ده، ايه اصرف عليها؟ دي يعني هدايا راجل وجو بتاعه، ولازم يجيب لها هديه. يعني جبت لها كام هديه كده في حدود 500 جنيه هديه، يعني قولي حسبت 5 بواكي لغايه دلوقتي. يا نهار اسود يابا، 5000 جنيه؟ في ايه يا بنت؟ انت مالك اتفزعت كده ليه؟ يجرى ايه يعني؟ كله يهون عشان خاطر عيون انشراح. طب ايه رايك يابا بقى ان احنا معزومين الخميس الجاي؟ لا لا، شوفي لك اي يوم تاني. خميس ده انا مرتبط، ده انا عندي ميعاد مهم مع انشراح. ومعزومين في ايه؟ في فرح انشراح. بتتكلمي جد يا بنت؟ ايوه يا كانت عندي النهارده وعزمتني على فرح، وقالت لي ان ابوها لما يقابلك هيعزمك. انشراح راح، انشراح راح راح. خلاص يابا ما تعملش في نفسك كده والنبي. انا مش زعلان عليها، انا زعلان عشان الغباوه اللي انا فيها. اخر هديه صممت تشتري قميص رجال وببيون. انت كمان وحشتيني قوي. لا الظاهر ان القعده هتطول شويه، قرات الاستثمار يا ستي. انا اذا كان عليا نفسي اجي بسرعه، بس اعمل ايه بقى؟ الست مديحة عايزة تقعد وأنا مش هين عليا أسيبها لوحدها. عموما بكرة إن شاء الله آخر مقابلة مع رئيس هيئة الاستثمار. أهلا
تخيلي انا بقالي اكتر من 10 سنين ما شفتش البلد دي. لا انا جيت هنا من 4 أشهر وانا راجعه من رحله افريقيا، بس نزلت ايه ترانزيت يا دوبك ساعتين بالظبط. قولي لي الولد اياه عايش هنا؟ السؤال الغريب ده يا بابا. يعني انا اصلي شايفك متحمسه قوي انك انت تقعدي هنا وتشتغلي، ومانيش عارف انت عايزه تقعدي هنا لسواد عينين البلد ولا عينين اللي عايشين في البلد. بابا البيزنس بيزنس، انا ما اعرفش اذا كان هو عايش هنا فعلا ولا لا. انا كل اللي اعرفه ان هو ركب الباخره من المينا هنا، وافتكر ان هو قال لي انه كان بيشتغل قبل كده هنا، بس انا فعلا ما اعرفش هو دلوقتي عايش هنا ولا لا. طب يلا بينا. اللي انا عرفته ان في 3 مراكب داخله الليله، يعني يا اخويا انت هو عاوز همه في الشغل. حاج صالح عنده بضاعه عاوز يوزعها. بروح انت انا مرسي هاتها. مين دول؟ حد يعرفه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك عندك أي منتجات لمصانع المنصوري؟ مصانع المنصوري؟ لا ما عنديش. طيب مثلا يعني التيشيرت ده واقف عليك بكام؟ طب ممكن أعرف الأول حضرتك مين؟ أنا آسفة. أنا مديحة المنصوري، نائبة رئيس مجلس إدارة مصانع المنصوري للملابس. لو الخامة كويسة والسعر معقول ناخد. خلاص أنا هجيب لك عينة من منتجاتنا تشوفها، وانا متاكده ان الاسعار هتعجبك وطريقه الدفع كمان هريحك فيها. خلاص وانا تحت امر حضرتك، بس انت ليه مصره ما تشربيش حاجه؟ لا مش هنختلف على الاسعار، المهم بس توصل العينات ونشوف. ممكن اسال حضرتك سؤال بعيد عن موضوع البضاعه والحاجات دي؟ اه تحت امرك. كان في شاب اسمه علي، علي السيد، هو كان سافر يشتغل بره وبعد كده رجع هنا بورسعيد علشان كان عنده ظروف كده. تعرف حاجه يعني عن الاسم ده؟ كان بيشتغل ايه هنا؟ كان بيبيع حاجات زي ما تقول سوفينيرز بتاعت خان الخليلي والحاجات دي. يا اما حضرتك بقى تسال عنه في المحلات اللي بيبيع الحاجات دي، يا اما تسال الرئيس جمعه، وانا افضل تسال الرئيس جمعه، ان هو الوحيد اللي يعرف الناس اللي بتشتغل في الحاجات دي في البر وفي البحر. طيب الرئيس جمعه ده الاقيه فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فضلك الاقي الرئيس جمعه فين؟ موجود اهو بيلعب طاوله. شفتي ليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. اهلا 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 استهاني. اهلا اهلا يا ست هاني.